ماشي يا ابو علي، ده انا بالي مشغول قوي. ايه ده المعلم شيتا؟ ايه ده حضرة المعلم؟ اه حضرة المعلم، انا كمان لازم اتحول واكون بطل خارق. ودلوقتي انا لازم امشي، يلا بينا. انا مش مصدق انا كمان عندي نفس السرعه. ايه ده القفص ما فيهوش حد يا زياد؟ يا ابو علي هنعمل ايه دلوقتي؟ انا قلت لهم ان هم يقضوا العيد ولازم يجوا تاني عشان يتعاقبوا، ما سمعوش الكلام ابدا. ايوه يا ابو علي، ما فيش حد جه منهم خالص، لازم نعاقبهم. زي ما بقول لك كده يا باولو، المفروض دلوقتي ان احنا هنتعاقب من ابو علي البطل الخارق. وصدقوني احنا اللي هنكسب في المعركه دي. في ايه؟ ما بتردوش عليا ليه؟ مالكم كده خرصيتوا؟ ما تردوا عليا. حركات، اسكت اسكت وبص وراك. ابص ورايا في ايه يعني؟ الله، دلوقتي الليزر المضاعف. عم يا باولو، لان هي دي قوانين المعلم شيتا، لازم اقول لهم فورا. ايوه ماشي يا ابو علي. ايه ده الجرس بيرن يا زياد، انا لازم اغير البدله بسرعه. طب انا هشوف مين يا ابو علي. يلا باي. يا ابو علي انا شايف ان انت ما تعذبهمش بصراحه. ما اقدرش اخالف قوانين المعلم شيتا يا زياد. ايه ده المعلم شيتا؟ ايه ده حضره المعلم؟ ماشي يا زياد، لازم دلوقتي اقول لهم ان هم هيطلعوا، بس بعد العيد هيتحبسوا تاني ولازم يتعاقبوا. ايه ده ابو علي جه يا رجاله؟ يا بابا بص وراك، ابو علي جالنا. ايه ده ابو علي جه؟ ابو علي سامحنا وطلعنا، احنا بينا في العيد. يا ابو علي خلينا نطلع بقى نعيد في المدينه. عموما اللي هيطلع من هنا وهيحاول انه يهرب ولا اي حاجه، صدقوني هيكون عقابه شديد. فاهمين ولا لا؟ ماشي يا ابو علي فهمنا، خلينا بقى نطلع نعيد في المدينه. يا راجل الواحد زهق هنا من القفص الحديد اللي انت حبسنا فيه، احنا قرود ولا شمبانزي؟ ابو علي حبيبي كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانتوا طيبين يا جماعه كلكم. كل سنه وانت طيب يا حركات، كل سنه وانتوا طيبين كلكم. بقول لكم ايه يا رجاله، لازم تعرفوا كويس قوي ان احنا هنا عشان الانتقام، اي حاجه غير كده لا. احنا بنضحك على ابو علي، وكحك العيد ده اوعى اي حد ياكل منه غير ابو علي عشان يعرف ان احنا بنحبه. لو حد منكم كل منه هيزعل. خلاص يا عم كحكايه، قصدي حركات، ما خلاص كحكايه في عينك. زياد كل سنه وانت طيب، خلاص خلص العيد، قول لي عملت ايه بقى. ابو علي كل سنه وانت طيب، انا ما انا قضيت العيد معاك يا ابو علي، انت نسيت؟ صح، يعني انت ما روحتش في اي حته تاني؟ لا يا ابو علي ما روحتش. ابو علي بصراحه كده، ابو علي انا عايز اقول لك على حاجه ومش عارف اقول لك ولا لا. عايز تقول لي على حاجه؟ قول لي يا زياد ايه هي. ابو علي انت فاكر المعلم شيتا لما جالنا في العيد اول يوم؟ فاكر يا زياد. ايه اللي حصل؟ ايه ده المعلم شيتا؟ ايه ده حضره المعلم؟ وانت يا زياد انا محضر لك مفاجاه هتعرفها قريب جدا. ايه ده بجد حضره المعلم؟ ايوه بجد يا زياد. شفت المعلم شيتا قال لي ايه وقتها؟ قال لي انت يا زياد عملت الصح، وانت كده بقيت صح يا ابو علي، وليك عندي مفاجاه. ومن وقتها وانا معرفش ايه المفاجاه دي. صح يا زياد فعلا قال لك كده، انا كمان معرفش. طب يا ابو علي انا عايزك تعرف من المعلم شيتا ايه المفاجاه دي. طيب يا زياد ماشي، واحده اول ما اشوف المعلم شيتا لازم اعرف منه المفاجاه اللي انت بتقول عليها. ماشي يا ابو علي، ده انا بالي مشغول قوي. ايه ده المعلم شيتا؟ ايه ده حضرة المعلم؟ ايوه المعلم شيتا يا زياد، انت عايز تعرف المفاجأة اللي انا قلتلك عليها صح؟ ايه حضرة المعلم، لو المفاجأة دي هتضايقك ولا حاجة اعتبر ان انا ما قلتش اي حاجة، صح يا ابو علي؟ زياد استنى استنى، حضرة المعلم. ايوه يا ابو علي. هو زياد بصراحة كان عايز يعرف ايه المفاجأة اللي انت قلتله عليها. المفاجأة اللي انا قلتها لزياد من اخر مرة طلعتلكم في اول يوم العيد، وهي ان انا قلت لزياد ان انت ليك عندي مفاجأة، والمفاجأة دي يا زياد ان انت هتكون. هكون ايه يا حضرة المعلم؟ هتكون بطل خارق وتساعد ابو علي في كل حاجة. ايه انا مش مصدق انا هكون بطل خارق ابو علي معاك. انا فرحت لك قوي يا زياد. حضرة المعلم الكلام اللي انت بتقوله ده مظبوط؟ طبعا يا ابو علي، انا من امتى بقول كلام مش مظبوط؟ انا اسف يا حضرة المعلم، انا اسف، بس انا فرحت لزياد قوي. زياد طيب، وهي دي الاخلاق اللي تسمح ان يكون بطل خارق. انت جاهز يا زياد؟ حضرة المعلم انا جاهز طبعا جاهز، انا مش مصدق يا ابو علي. مبروك يا زياد هتكون بطل خارق. ودلوقتي انا لازم احوله ابو علي واخليه بطل خارق يساعد الخير ضد الشر. ماشي يا حضرة المعلم، انا تحت امرك يا حضرة المعلم. ودلوقتي يا زياد جه الوقت ان انت فعلا تمشي على رجلك
وتدافع عن الخير. انت جاهز؟ حضرة المعلم انا جاهز طبعا، انا مش مصدق ان انا هكون مع ابو علي بطل خارق. انا جاهز يا حضرة المعلم. حضرة المعلم، عشان تكون بطل خارق يا زياد لازم تستحمل كل الضرر. حضرة المعلم انا مش قادر خلاص. استحمل يا زياد، لازم تكون قوي. ايه ده؟ زياد بقى بطل خارق؟ ايه ده؟ انا بقيت بطل خارق خلاص؟ انا بقيت بطل خارق يا ابو علي؟ انا مش مصدق، انا بقيت بطل خارق يا حضرة المعلم. شكرا جدا ليك. ودلوقتي يا زياد انت بقيت بطل خارق مع ابو علي، وانتوا الاتنين ايد واحدة ضد الشر. مفهوم كلامي يا ابو علي؟ حضرة المعلم اكيد طبعا، انت بقيت بطل خارق يا زياد، مبروك. ايوان يا ابو علي. مش معنى ان انت بقيت بطل خارق يا زياد ان انت تستغل قوتك، لازم يكون عندك صبر وما تعرفش حد ابدا ان انت بطل خارق، عشان تشوف مين فعلا اللي بيحترمك، مين فعلا الطيب اللي يستاهل المساعدة ومين الشرير. مفهوم كلامي يا زياد؟ حضرة المعلم ايوان مفهوم كلامك. انا هعمل كل اللي انت بتقول عليه، وابو علي هيكون معايا وهيساعدني. وبما ان انت بقيت بطل خارق يا زياد، انا كمان لازم اتحول واكون بطل خارق. دلوقتي بقيت بطل خارق، حضرة المعلم هنعمل ايه طيب في حركات؟ وبابا ويوسف ومعاذ هنعاقبهم ولا نسامحهم خلاص؟ ايوان يا حضرة المعلم صح، هنعمل معاهم ايه؟ هما لازم يتعاقبوا، واحنا لما سامحناهم عشان العيد بس، لكن لازم يتعاقبوا يا زياد. مفهوم كلامي يا ابو علي؟ لازم يرجعوا يتعاقبوا، ولو حد منهم اعترف بغلطته وقال لكم خلاص مش هعمل كده تاني، لازم تسامحوه وتفرجوا عنه وتطلعوه من القفص. مفهوم؟ حاضر يا حضرة المعلم. ماشي ماشي يا حضرة المعلم. ودلوقتي انا لازم امشي، وانت يا زياد خلاص الكرسي اللي انت قاعد عليه ما بقاش ليه لازمة. ايه ده بجد يا حضرة المعلم؟ ايوه طبعا، انت دلوقتي بقيت بطل خارق وعندك قدرات ابو علي، مش لازم تكون قاعد على الكرسي. انا مش مصدق يا حضرة المعلم. صح، انا مبقتش قاعد على كرسي ابو علي. ايوه يا زياد ايوه مبروك. ماشي يا حضرة المعلم، هنعمل كل اللي انت قلت عليه. شكرا ليك يا حضرة المعلم. ودلوقتي انا لازم امشي، انا بقيت بطل خارق ابو علي. ايوان يا زياد، وزي ما شفت المعلم شيتا قال لنا ايه، لازم نعاقب حركاته بابا ويوسف ومعاذ. يلا بينا. انا مش مصدق انا كمان عندي نفس السرعه. ايه ده القفص ما فيهوش حد يا زياد؟ يا ابو علي هنعمل ايه دلوقتي؟ انا قلت لهم ان هم يقضوا العيد ولازم يجوا تاني عشان يتعاقبوا، ما سمعوش الكلام ابدا. ايوان يا ابو علي ما فيش حد جه منهم خالص. لازم نعاقبهم. زي ما بقول لك كده يا باولو، المفروض دلوقتي ان احنا هنتعاقب من ابو علي البطل الخارق، انت لازم تساعدنا ونمسكه، وقتها بقى انا هحقق كل اللي انا عايزه، وانت كمان يا باولو. هتشوف هنعمل فيه ايه. ايوان يا باولو، لازم ننتقم منه ونحقق كل احلامنا. وانت يا شغب جهز السلاح بتاعك عشان المعركة هتبدأ قريب. انا زي ما بقول لكم كده، ابو علي مش هيعرف يعمل لنا حاجة، عمو باولو هيمسكوا هياكلوا علقة، وساعتها ابو علي هيشتغل تحت ايدينا احنا، وهنحقق كل احلامنا يا رجالة، وهترجع لنا كل المفاتيح اللي ضايعة مننا من زمان. وقتها فعلا انتوا كمان هتحققوا كل اللي انتوا عايزينه. ليه؟ لان انتوا صحاب حركات. فاهمين كلامي ولا لا؟ ماشي حركات، بس انا خايف. وانا كمان خايف حركات، خايف ابو علي يمسكنا ويعاقبنا تاني. ما تخافوش يا جبناء، انتوا معاكم حركات، وخلاص بقى معانا عم باولو. عم باولو صدقوني هيجلد ابو علي وهتشوفوا. بس يا حركات العيد خلص، وابو علي كان مطلعنا من القفص عشان العيد، المفروض دلوقتي نرجع القفص تاني ونتعاقب. مفيش الكلام ده، انا مش راجع قفص، هو انا قرد ولا شمبانزي؟ بقول لكم ايه، بلا ابو علي بلا بتاع، انا مش هرجع القفص، وصدقوني هننتقم منه، وانتوا لازم تسمعوا كلامي. فاهمين ولا لا؟ يا حركات انا بصراحة خايف وممكن ما اسمعش كلامك كمان. وانا كمان يا حركات مرعوب من ابو علي، ما شفتش ازاي عزمنا بالليزر، والليزر المضاعف كمان. انا ما بيفرقش معايا ولا ليزر ولا ليزر مضاعف، ما بخافش من حد اساسا. يا حركات مش فاكر ده انت كنت بتصوت وانت بتضرب. بقول لك ايه، ما تفكرنيش، انتوا بس اسمعوا كلامي وصدقوني احنا اللي هنكسب في المعركة دي. في ايه؟ ما بتردوش عليا ليه؟ مالكم كده خرصيتوا؟ ما تردوا عليا. حركات اسكت اسكت وبص وراك. ابص ورايا في ايه يعني؟
الله ابو علي حبيبي، انا كنت لسه بقول للعيال دي ان احنا لازم نروح القفص نتعاقب. صح يا يوسف يا معاذ؟ ايوه حصل. امال؟ ايوه هو ده اللي حصل. يا ابو علي احنا صدقنا هنجي لك القفص دلوقتي وهننال عقابنا. حركات، انا ما بهزرش معاكو، انتوا ليه ما جيتوش عشان تنالوا عقابكم؟ انا خرجتكم من القفص بس عشان احنا كنا في العيد، لكن انتوا لازم ترجعوا للقفص تاني، مفهوم؟ ايه مفهوم يا ابو علي. هو مين الاخ اللي معاك؟ ما تعرفنا عليه. الاخ اللي معايا مالكش دعوه. ايه حاضر يا ابو علي انا بهزر. ودلوقتي باباك فين عشان ينال عقابه هو كمان؟ ايه بابا هرب شد معرفش. انت هتهزر معايا؟ فين باباك؟ صدقني يا ابو يا يوسف يا معاذ، مش بابا مش موجود في البيت؟ ايوه ابو علي. ايوه مفيش حد هنا ابو علي. ماشي، عموما انتوا الثلاثه هتنالوا عقابكم وباباك انا هجيبه. ماشي يا ابو علي، احنا لازم ننال عقابنا، يلا بينا يا رجاله. برضو معرفتش مين الاخ. قلت لك اخرس. حاضر يا ابو علي. انت ليه بتعاملني كده؟ احنا لسه طالعين من العيد وجبت لك كحك العيد كمان. كنا في العيد والعيد خلص ودلوقتي عقابكم ولازم تنالوه. ايه حاضر يا اسطورة. زياد انا هدخل اشوف ابو حركات جوه، وانت خد بالك منهم كويس. ماشي يا ابو علي. ايه ده؟ انتوا سمعتوا يا رجالة بيقول زياد؟ ايه ده، وانت زياد؟ ايوان انا زياد. انا مش مصدق. زياد انت بقيت بطل خارق ولا ايه؟ ازاي يا رجاله زياد ياخد بطل خارق؟ ازاي يا زوزي يا حبيبي بقيت بطل خارق؟ احنا عايزين نبقى ابطال خارقين زيك. واي حد بيبقى بطل خارق يا حركات ولا ايه؟ يا زياد صدقني هنبقى ابطال خارقين وهنسمع كلامكو. خليني بطل خارق لو سمحت. لا ما ينفعش، اصلا هتلاقيك مش بطل خارق. صح يا يوسف؟ صح يا معاذ؟ هتلاقي ابو علي بس مديله بدله كده عشان يخوفنا. صح كلامي؟ ايوه حركات ده شكله كده، ده هو مش بطل خارق اساسا. ايوه يا رجاله، ده ما يعرفش اي حاجه عن بطل خارق اساسا، ده شكله كده جايب البدله من محل الملابس وجاي يوريها لنا. انا مش بطل خارق يا حركات، انا هوريك. هتوريني ايه؟ هتشوف. خلاص يا زوز يا حبيبي، خلص يا زوز، انت بطل خارق صدقني. خلاص يا زوز، خلاص يا زوز يا حبيبي، لازم تحترم ان انا بطل خارق. حاضر يا زوز. ما لقيتش اي حد جوه يا زياد. حركات انتوا لازم تتعاقبوا وترجعوا القفص تاني لحد ما تنالوا جزاءكوا. مفهوم يا ابو علي. دلوقتي لازم تاخدوا الليزر المضاعف. لا بلاش الليزر المضاعف يا ابو علي بلاش. ده مش كنت لسه بتقولي حركات ان انا ما بخافش من الليزر؟ بقيت بخاف. اسكت انت يا يوسف. بلاش يا ابو علي. دلوقتي الليزر المضاعف. قوم يا باولو، بص ضربوا ابن حركات وضربوا اصحابه، هياخدوهم دلوقتي اكيد هيحبسوهم في القفص زي ما قلت لك. هم دول الابطال الخارقين. ايوان يا باولو، كان واحد بقوا اتنين. مش مشكله. ودلوقتي هنعمل بيهم ايه يا ابو علي؟ هنحبسهم طبعا في القفص وهنشوف المعلم شيتا هيقول لنا ايه. انا مش مصدق زياد بقى بطل خارق، اشمعنى زوز يا ابو علي بقى بطل خارق؟ اخرس حركات ومالكش دعوه. ودلوقتي يا زياد انا لازم اقلب المدينه كلها على ابو حركات واجيبه، لازم يتعاقب، مفهوم يا زياد؟ ايوه مفهوم يا ابو علي. انا لازم امشي، وانت خد بالك منهم كويس جدا لان ممكن يجي يهربهم في اي وقت. بابا مش هيجي يا ابو علي، بابا سافر هرب بره المدينه. شد باباك سافر، لازم اجيبه. يا زوز يا حبيبي افتح لنا القفص يا حبيبي، خلينا نمشي. لا طبعا، احنا اصحابك يا زوز، انت مش فاكر ولا ايه؟ ايوه انتوا اصحابي اللي كنتوا بتضربوني وبتزلوني صح؟ انت يا زياد هتاكل علقه لان احنا تلطشنا تلطيش من البطل الخارق بسببك. يا زوز انت ليه فاكر الحاجات الوحشه بس؟ هم يا باولو هم دول، في بطل خارق مشي واحد هناك اهو، ده شكله ابو علي هو اللي مشي، اكيد هيدور علينا يا باولو. مش مهم، دلوقتي احنا لازم ننقذهم يا باولو. ايوان شغب خليك هنا. ايوان يا شغب خليك انت هنا عشان لو ابو علي جه تدينا اشاره. يا زوز يا حبيبي افتح لنا اللي مش قلت لكم يا رجاله عمي باولو وبابا هينقذونا؟ حصل ولا ما حصلش يا يوسف انت ومعاذ؟ قال زياد قال اللي عايز يحبسنا. ايوه نقذونا يا حركات، يلا نخرجوا. ايوه يلا. يا سلام عليك يا بابا يا حبيبي، قربتنا اهو. ايوه يا حركات، ودلوقتي لازم ناخد البطل الخارج ده معانا عشان هو ده اللي هيحقق كل احلامنا كلها. صح يا باولو؟ صح.